خلينا نروح لفاروق مرة تانية، جهز معانا من النمسا نتابع معاه أخبار الفريق. يا فاروق الحمد لله على السلامة ومساء الخير، أهلا بيك معانا في السادسة. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكابتننا الكابتن اشرف ممدوح، وبرحب بكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من النمسا، ومع سقوط امطار في يعني في هذه الاثناء زميلي احمد، الامطار بتهطل بغزاره هنا على ملعب تدريب النادي الاهلي، بتتكلم في درجه حراره 11 درجه مئويه، سقوط امطار بغزاره هنا على ملعب التدريب. يعني انا كلامك زميلي احمد، كلام الكابتن اشرف ممدوح، انا يعني باكد على هذا الكلام، الموسم ده والانطباع اللي احنا شايفينه من المعسكر الاعداد اعتقد ان شاء الله يبشر، يعني ان شاء الله بشره خير لكل جماهير النادي الاهلي للموسم القادم باذن الله، تكون البدايه موفقه زميلي احمد، وتكون يعني استمرار للاداء الجيد للنادي الاهلي خاصه في الموسم الاخير. حاله التفاؤل، حاله التركيز اللي احنا شايفين عليها لاعيبه النادي الاهلي، وزي ما قال كابتن اشرف ممدوح، فتره الراحه السلبيه اللي حصل عليها اللاعبين مردودها بنشوفه في ارض الملعب مع بدايه معسكر الاعداد. خليني اسالك اول حاجه على ماتش بكره، كان في كلام انه بكره هتكون اولى مباريات الاهلي الوديه، تاليها مباراه ثانيه تكون يوم 5 سبتمبر، عايز اعرف اخر التطورات والاخبار، هل مباراه بكره ما زال قائمه ولا هيكون في تغيير؟ يعني خليني زميل احمد بخصوص هذا الامر، يعني مفيش مباراه غدا باذن الله، يعني هذا الامر بنفيه برضو من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي بخصوص اي مباراه غدا بمشيئه الله. الفريق هيستأنف تدريباته غدا، هتبقى على فترتين المباراه زي ما انت قلت الاخيره، او المباراه يوم 5/9 ان شاء الله. حتى الان دي المباراه اللي تم الاستقرار على هذه 5/9، اذا تم يعني جديد خلال الساعات القادمه بخصوص مباراه ثانيه طبعا هيتم طبعا الاعلان عنها من خلال النادي الاهلي، لكن حتى الان زميلي احمد باكد لك على المباراه الوحيده اللي هتكون يوم 5/9 بمشيئه الله. طيب عايز اتكلم على يعني احنا شايفين التدريب، لكن اجواء المعسكر نفسها ايه المختلف فيها عن اي معسكر تاني؟ وعايزك تكلمني على المستجدين رضا سليم، امام عاشور، والعائدين زي طبعا كريم نيدفيد وصلاح محسن. يعني خليني زميلي احمد في البدايه اتكلم على المعسكر واختيار هذا المكان، واختيار مهم جدا ومميز جدا وموفق من مسؤولي النادي الاهلي في اختيار هذا المكان. الاجواء هنا في النمسا والمكان ده بالتحديد يعني باد تيتز مندور في المقاطعه اللي بيقيم فيها النادي الاهلي اللي بتبعد عن فيينا بساعه ونصف، المكان اللي بيبقى بيضغى عليه الطابع الريف الاوروبي. الاجواء هنا واختيار المكان المنتجع فيه كل الامور اللي تحتاجها في فتره الاعداد وبدايه الموسم من كافه الملاعب، سواء ملاعب النجيل الطبيعي او ملاعب النجيل الصناعي. زميلي احمد ايضا يعني بتتكلم في اكثر من 30 حمام سباحه مع اكثر من 20 مغطس، غرف الساونا، الجاكوزي، يعني الجيم، في اكثر من 15 او 20 يعني مكان تحتاجهم في اداء التدريبات البدنيه وايضا اداء الريكفري والاستشفاء للاعبين. وبالتالي فتره النادي الاهلي خلال المعسكر هتكون داخل هذه المقاطعه، مش هتحتاج لاي امر خارج المكان او المنتجع اللي انت موجود فيه علشان تادي بعض الامور، كل الامور متوفره هنا. الانطباع الثاني زميل احمد اللي احنا لامسينه من اللاعبين بعد المران اللي اداه اللاعبين بالامس، كان التدريب الاول للاهلي هنا في النمسا كان في تمام الساعه 6 بتوقيت النمسا، 7 بتوقيت القاهره. اليوم الفريق ادى تدريبين، تدريب اول في تمام الساعة 10 والنصف صباحا، ثم التدريب المسائي، وهو في هذه الاثناء يعني احنا موجودين معاك الفريق بيؤدي تدريبه، جديه، تركيز، حماس عند اللاعبين، الجميع خلاص الجميع بيركز للفتره القادمه، الجميع بيتسابق من اجل الحصول على يعني مركز في مكان في قائمه مباراه النادي الاهلي ان شاء الله، المباراه القادمه اللي تكون مباراه السوبر. الجميع بيحاول يقدم اوراق التمادو سواء اللاعبين العائدين او اللاعبين القادمين للنادي الاهلي. لكن زميلي احمد عايز اتكلم على رضا سليم، يعني من اللي احنا شايفينه من الامس في التدريب الاول او في التدريب الصباحي او في اليوم، وهقول لك واحد من ان شاء الله يعني البدايه مبشره، واحد هيكون من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها، سريعا دخل في الاجواء الانسجامه مع لعيبه النادي الاهلي. وهنا بتكلم على دور كباتن النادي الاهلي، يعني جلسات كبيره جدا ما بين الكابتن محمد الشناوي
ورضا سليم بيقربوا من الاجواء في النادي الاهلي. طبعا كابتننا الكابتن اشرف ممدوح عارف قيمه هذه الامور في النادي الاهلي ودايما موجوده في النادي الاهلي، اوضه اللبس والكباتن ودورهم ان هم يقربوا اللاعبين الوافدين على النادي الاهلي. امام عاشور وانسجامه سريعا طبعا دور كبير جدا لكهربا في هذا الامر، عاملين يعني دويتو كده وثنائيه دايما بنشوفها في كل مكان سواء على الطائره في المعسكر. رضا سليم طبعا زي ما قلنا واحد من يعني شايفينه في التدريب بيظهر بصوره اكثر من ممتازه. صلاح محسن اللي واحد ممكن يكون من الرهانات المهمه جدا للنادي الاهلي هذا الموسم في خط الهجوم طبعا مع محمود عبد المنعم كهربا. كريم ندفد اللي عودته ووجوده اضافه كبيره جدا في منتصف ملعب النادي الاهلي. ايضا زميلي احمد اللعيبه اللي يعني موجوده من قطاع الناشئين في النادي الاهلي سواء اللاعب زعلوك او اللاعب معتز محمد اللي اعتقد خامات مبشره جدا، ومستر مارسيل كولر بيديهم اهتمام مهم جدا يعني جلسات مهمه جدا بيعقدها مع اللاعبين بيحاول ان هو يقربهم من الامور يشرح لهم تفاصيل جدا. مستر كولر واحد من المدربين اللي بيركز على كافه التفاصيل، الحماس اللي عند اللاعبين، التركيز اللي موجود، الدور الكبير لكباتن النادي الاهلي اعتقد يعني زميل احمد هيكون مردود ان شاء الله على الفتره القادمه للنادي الاهلي، والبدايه ان شاء الله تكون من بدايه من مباراه السوبر باذن الله. زميلي احمد طبعا انا يعني عارف الوقت عندك لكن لو وقتك يسمح طبعا يعني انقل لك ايضا الصوره واطمنك على حاله المصابين طبعا بعد يعني حديثنا ولقائنا مع رئيس الجهاز الطبي الدكتور تامر ابو العينين. قبل الجزئيه دي بس فاروق يهمني اسالك، اسمح لي اسالك بس على جزئيه مين من لاعيبه الاهلي المحترفين تلقوا بالفعل استدعاء للانضمام لمنتخباتهم الوطنيه سواء للمباريات الرسميه او لماتشات الاجنده الدوليه، ويعني اذا كان عندك معلومات الجهاز الفني او كابتن خالد بيبو مدير الكره هيتواصل مع الاتحادات دي. تعرف طبعا الكلام على ارتباطات الاهلي في مباراه السوبر الافريقي وخصوصا روي فيتوريا النهارده اعلن قائمه منتخب مصر وضم 4 لاعبين من سكواد الاهلي. يعني خليني اقول لك في خصوص هذا الامر اللعيبه اللي تم طبعا استدعائها طبعا 4 لاعبين للمنتخب المصري، لكن في محادثات طبعا بتتم ما بين المسؤولين في النادي الاهلي الكابتن خالد بيبو مع المسؤولين في الاتحاد المصري. ايضا بعض اللي يعني اللاعبين اللي هيتم استدعائهم حتى الان لم يخطر او تم اختار للنادي الاهلي باللعيب اللي سواء من المنتخب التونسي او المنتخب المغربي او بيرسيتاو او اليو ديانج، حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها لم يتم الاختيار او ابلاغ النادي الاهلي رسميا باسماء هؤلاء اللاعبين، لكن اللي تم يعني تم اعلانهم طبعا قائمه مستر روي فيتوريا اعلن عن ضم الاربع لاعبين اللي هم من النادي الاهلي طبعا هم دول اللي بصوره رسميه تم الاعلان عنهم، لكن حتى الان لم يتم الاختيار او ابلاغ النادي الاهلي باللعيبه اللي يتم استدعائها في المنتخبات الوطنيه الاخرى. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا وهتابع معاك طبعا يوميا اخبار البعثه هناك، بشكرك على التقرير الوافي وعلى اخبار الفريق، طمنا من خلال فاروق على اليوم الاول فعليا يعني البعثه.